كتشوفي في لانيفرسير ديالك؟ دوزي. عزيز عليك كتدوزي بزاف؟ Yeah. دوزي انا كنت دوزي انا كنت معجبين تاع الشاب دوزي جاو كاين جاي من سويسرا كاينين جاو من اسبانيا اطفال كبار فشنو هو الشعور ديالك بهذا الحب الناس ليك انا جيت سعيد اللي جاو بارتو والى درت شي حاجه هذا كيدل على الحب ديال الجمهور وان عندك دي فان فيدل اللي يمشيو معاك بارتو يمشيو يسافروا معاك هو حب من عند الله حب متبادل يعني ماشي حب طمع او حب هذا وباش تشري محبه ديال الناس او تكسبها ماشي سهله اذا انا جيت سعيد وانني انا نشوف راسي بين المحظوظين انا عندي جمهور وفي وانا عندي جمهور متخلق ما شاء الله طبعا جمهور متخلق لفنان متخلق طبعا غالب سهرة ديالك كتبداها بأغنية مريم ما لاحظناها فشنو هو السر نتاع هاد الأغنية مريما سيتي لا فاز ديالي بوغ باسي على الانترناسيونال والحمد لله مريما هي لو بلو غون سوكسي ديالي يعني بارمي الاغاني كان والحمد لله دي سوكسي قبل ومن بعد ولكن مريما عندها واحد طبع خاص مريما هي الاغنيه اللي تشهرت يعني في كل مكان ما شاء الله شنو هي الكلمه اللي يقولها الشاب دوزي الكاملين المعجبين ديالو في العالم ككل اللي بغيت نقول هو انني نتمنى ان شاء الله ان يكون حفلات اللي يسمحوا لنا اننا نتلاقاو معهم ونتلاقى مع الجمهور ديالي في كل منطقه في كل مدينه في كل بلاد وانا جو سوي امباسيون دو لي رونكونتري ونوعدهم دائما الجديد ونتمنى ان شاء الله نقدم لهم اعمال في المستوى وترضيهم كنحيوك ام 24 نيابه عن كل المعجبين وكنحيو القبعه نتاع شاب دوزي تحيه كبيره كذلك للمدينه ديالي وجده والمغرب كامل وكذلك الجاليه العربيه اللي حاضره معنا اليوم شكرا جزيلا